تمام يا فندم، في واحد اسمه عمر الشوارب عايز يقابل حضرتك. طب خليه يستنى بره شويه. تمام يا فندم. سمير، عمر يا فندم، انا عاوزك تطلع تقابله وتفهمه ان انا عندي اجتماع مهم ومش هقدر اقابله، وعاوزك تفهمه بالمحسوس كده ان الحاجه وهيبه ونوسه منعين الزيارات وخصوصا هو. تمام يا فندم. ايه الجميل مال حاطط ايده على خده ليه؟ بس بفكر. بتفكري في مين فيهم، في عمر ولا شريف؟ شريف ده ابن حلال وراح لحاله، لكن عمر ده اللي كان هيموت ويشوفني، ما جاليش غير مره واحده بس، وادي وش الضيف. مش قلتلك حط عقلك في راسك واعرفي مصلحتك فين، ولما تخرجي من هنا هخليك تلعبيهم عشانك. يا باشا بصراحة العمال مش عارفين يشتغلوا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ المصيبة السودة اللي سيادتك بلتنا بيها مش عارفين نتعامل معاها. مصيبة ايه اللي انا بلتكم بيها دي؟ الواد اللي اسمه خربوش ده قاعد يتخانق ويشخط وينطر، وانا جيت اكلمه قال لي بقول لك ايه، مش فارقة معايا، انا هنا الكل في الكل. طب سيبلي الموضوع ده انا هتصرف فيه بسرعة. والنبي يا باشا، انت عارف العمال بتوعنا ممكن يزعلوا ويتفشوا، وانت عارف احنا عندنا اكفأ عمال في البلد والف مصنع يتمناهم. خلاص بقى، قلت لك هتصرف فيه. زمايله اللي شغلناهم اخبارهم ايه؟ لا دول ونعم الناس، ادب واخلاق وخايفين على لقمة عيشهم. وبعدين فخوك ده يا جمالات ماله يا حبيب قلبي، عمال يشتم العمال ويقل ادبه، وكل ده من غير مناسبة. والغريبة انه حمار في شغله. هو كده خربوش مفيش فايدة فيه، دايما عامل نفسه بالعريف ويقل ادبه على الناس وجايب لي الكافية. وبعدين يا حبيبي بقول لك ايه، ما انت الخير والبر، ما تعلمه. تعلمه ايه؟ وراضي يتعلم. كل ما يعمل حاجة غلط حد يجي يقول له ما تعملش كده يعمل فيها ابو العريف. من كام يوم كان هيحرق لنا مكنة تمنها 3/4 مليون لولا ان رئيس العمال لحق وقفها. هو كده اخويا خربوش انت هتقول لي عنه؟ حاشر مناخيره في اللي ليه فيه واللي مالوش فيه، عامل نفسه باشمهندس فيه. معلش يا حبيبي ما تزعلش، هدى اعصابك خد. بس انت لازم تقدري موقفي. العمال ابتدوا يقولوا الراجل ده حكايته ايه ومين اللي سنده. الحمد لله عمر ابني مش موجود في المصنع والا كان طرده من زمان. اغص عليك يا حبيبي، يهون عليك تطرد اخويا اللي مالوش غيري في الدنيا في الشارع. طب وانت هون عليكي ان العمال يلسنوا عليا؟ فاشر ده قطع لسانهم من اللغلوق، وده انا كنت اروح انسل لك الشبشب فوق دماغهم واحد ورا التاني. طب اقول لك احلى حل بقى، بتقول لهم ان احنا اتجوزنا، ولا انت مكسوف مني وخايف؟ طبعا خايف. اخص عليك يا حسين، خايف انك متجوزني عشان انا غلبانه وفقيره وقلبت الحيله وانت ربنا مديلك من وسع؟ يا حبيبتي الحكايه مش انك انت فقيره، وحتى لو كنت غنيه انا هعمل ايه بفلوسك؟ كما فيها انا رفضت ان انا ابني يتجوز غزيه في الموالد، او انا اجي اقلده واتجوز واحده زيها، كنت اروح منهم فين؟ ده كانوا يبهدلوني، كان ابني ولا بنتي. اغص عليك يا حسين، انا شبهني بالبنت اللي ما تتسمى اللي اسمها نوسه، ايش جاب لي جاب؟ بس هنعمل ايه؟ قال لك الواد القليل الادب يجيب لاهله النعيله. يا حبيبتي انت مش عايزه جوازنا يستمر، انت مش مبسوطه. إلا مبسوطة حبيبي، ده أنا أسعد واحدة في الدنيا والله العظيم، ده ربنا بيحبني إن الدنيا راجل زيك. طيب بقالي بقى خربوش عننا عشان الجوازة دي تفضل وتستمر. حاضر، أنايا الاثنين همسكه من ودانه أطلعها بالدم ويمشي تحت إيدك زي ما أنت عاوز. خد يا حبيبي يلا اشرب 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 وروق دمك، خد يا روح يلا صحتك ما تعكرش الليلة بقى يلا. بقول لك ايه يا ابني؟ فوطه زفرة، خد المكان ده كله يلا على السريع. انجد يا بلدينا، عندنا طلبية كبيرة. خلص كده بقى شد حيلك يلا. يلا يا عم انت هتقعد طول النهار تنضف في المكنة، انجز يلا يا بلدينا، خلص يا اخينا.
انت مالك؟ بعدين ايه يا بلدينا دي؟ هو انا ماليش اسم؟ ما تيجي يا ريس راجب تشوف الجدع ده ايه حكايته؟ حكايتي؟ طب انت مخصوم منك يوميت النهارده. بتقول ايه يا روح امك؟ انت مين؟ ومين اللي حدفك علينا؟ وبعدين في الرد ده يا ريس راجب؟ يا رحمك فيها يا مخصوم منك كمان يومين. خلاص يا شيخ خربوش. يا شيخ خربوش يا ابني انا اسمي الرئيس خربوش. انت الرئيس خربوش. ايوه كده خربوش اللي ما بيهموش. تعال اشرب شاي بس معايا. شاي يا جدع انت؟ انا جاي اشتغل وامشي المصنع ده. شاي ايه؟ انتوا فاكرين ايه؟ نيبه؟ مولد وصاحبه غايب؟ مش لما تعرف السما من العمى تبقى تعرف الشغل. يا ده اخرم لك عليك الاثنين دول. يا رئيس خربوش. اوعى عينك انت كمان. اشتغل يا منصور. البعيد ما بيفهمش. هو ان انا الوحيد اللي يقول اشتغل. انا هنا الكل في الكل. بعمارك ايه الكل في الكل؟ ايه الحكايه انت راجع؟ حكايه؟ انت كمان مخصوم لك يوميه. هي دي الحكايه. تعالى خلاص يا عم قلنا ما بنشربش الشاي. تعالى بس نصلي على النبي. خلاص لو ضروري بقى يبقى هات لي حاجه ساعه. يا نهارك اسود يا خربوش افندي، كمان ما بتردش عليا. ده نهارك اسود، هتشوف ايام مني اسود من قرن الخروب. الو جرايه ظبطتيني، كمان ما بتردش عليا. ايه يا اخويا انت فين؟ يا صباح الفل والنرجس والياسمين. ازيك يا جمل؟ ازيك يا جمالات يا اختي؟ ازيك يا ست هاني؟ ايوه يا خربوش الزفت انت، ربنا ينتقم منك. انت عايز تخرب عليا بيتي ولا ايه؟ ما بتردش ليه؟ الله الله الله، في ايه يا جمالات؟ ده انا خربوش اخوك. سألت تحت امرك، قول لي بس انت عايزه ايه؟ بقول لك ايه المشاكل اللي انت عاملها لي دي؟ انت تسيب كل اللي في ايدك وتجي لي حالا دلوقتي. لاحسن ورحمه امي هخليهم يرموك بره المصنع حالا. خلاص هشوف اي حد يقف مطرحي واجي لي، مع ان والله العظيم ما حد يعرف يسد مكاني. طب خلاص يا جمالات، خلاص. خلاص سلام. بتقشط فيا كده ليه؟ يا ترى فيك ايه يا جمال؟ ايه؟ فنجان نوسة. اقعدي يا نوسة، انا عايزاكي. خير يا حاجة؟ انا ماشية. ماشية؟ رايحة فين؟ خارجة من هنا. هو انت خلاص افراج؟ افراج؟ هو انا يا بنت كنت مسجونة؟ انا قاعدة هنا بمزاجي. هو في حد بيقعد في السجن بمزاجه؟ يخرب عقلي. انت ما تعرفيش الا دلوقتي. بصراحه انا سمعت كلام كده بس ما صدقتوش. انا لو كنت مسجونه بصحيح كان يبقى لي الهيلمان ده كله. طب ايه اللي محببك في قعده السجن؟ في حاجه ناقصاني؟ هو ما فيش حاجه ناقصاكي، بس فهميني الحكايه. يخرب عقلك، عايشه معايا المده دي كلها وبتساليني وانا خارجه؟ شايفه كبار البلد خارجين داخلين وما سالتنيش ايه اللي دخلك المخروبه دي؟ ما بحبش اتدخل في اللي ماليش فيه، ولو انت كنت عايزه تقولي لي كنت قلتي لي. انا حبيتك قوي، خفت سؤال زي ده يضايقك مني، وانا ما بحبش حاجه تضايقك مني ابدا. حبيبتي يا نوسه انت طيبه قوي،